مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم احنا رايحين على مكان اسمه بيس جاردن. بيس جاردن هذا عبارة عن مطعم موجود في الداون تاون تبعت اوتوا، مكان رائع جميل راقي صافي بصف الدهن هيك، بتجلس فيه اكنك جالس فعلا في 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 مكان إيحائي هيك. هذا هو البيس جاردن كافي اند تي هاوس. كل الشغلات اللي موجودة عندهم هون فيجيتيريان، ما بأخذوا أي إشي مش فيجيتيريان. طلعوا المنظر من برا يا جماعة، كيف يعني عن جد أكنك قاعد في جاردن. طبعا هو جوا بلازا في الداون تاون، قريب كتير على ال 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 الباي وورد ماركت أو في نص الباي وورد ماركت. أعداد رائعة، learn how to meditate، زي ما انتم شايفين شغلات كل اشي vegetarian healthy hot meal. شوفوا الأعداد برا كيف حلوة، و طبعا هون بيعوا شغلات كوفي شوكولات أبل مش عارف بلوبري أنواع من الشاي القهوة. very busy very busy. أنا تعرفت على الجديد بيعملوا شوربات وسلطات وشغلات زي هيك، كله healthy vegetarian. بامكن بايز زي ما انتم شايفين، اوه هاي نايس ميتينج يو، هاي ني هاو ذا اذر سايد اوف ذا كونتري. اوكي وير يو؟ فانكوفر. يعني كتب وشغلات هاي تقدر تأخذ هون أكل. How are you? Good to see you. Soups. Very nice. كل بيس محطوط، تشعر حالك. طبعاً هاي المينيو تبعتهم اللي حاب نشوفها، ممكن مش كتير. عاملين ديكورات، يعني تشعر أكنك قاعد طلع. هون هاي كتب تقدر تأخذ ال. بدي أحكي لكم يعني الأتموسفير رائع، الأكل أكلنا عنده شوربة جميلة جدا جدا جدا. مكان جميل هيك تيجي بس تروق فيه بالآخر نحكي النهار هيك. وسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.